مرحبا. اختيار القصة وتحديد مصادر البيانات هي الخطوة الأولى من الخطوات الخمسة الأهم في مجال صحافة البيانات. أنا علي سرور، عالم بيانات ومتخصص في مجال الذكاء الصناعي. من خلال هذا الفيديو رح نتعرف على أهم خمس نقاط أو الفايف دبليوز واللي رح يساعدونا على كيفية اختيار القصة وتحديد مصادر البيانات المناسبة. أولاً، نبلش باختيار القصة. نعمل البحث لنعرف أي موضوع بدنا نحكي عنه مفصلاً، أي كلمات أو مفردات نحن بحاجة لإلها لتكون مفتاح القصة. ثانياً، منحدد أي وقت عم بتدور في القصة. هل هو حدث عم بيصير اليوم؟ من شهر؟ أو يمكن عم نحكي عن موضوع بيتعلق بفترة زمنية معينة. ثالثاً، منختار المكان المتعلق بالموضوع. هل عم نحكي عن مدينة معينة؟ أو عن بلد؟ أو عن منطقة؟ أو عن مجموعة بلدان من كل أنحاء العالم؟ أو يمكن حتى عم نحكي عن شيء خارج الكوكب؟ رابع شيء، منفتش على مصدر البيانات. هل المصدر هو موجود على الإنترنت أو لا؟ شو هو أفضل مصدر بيوفر بيانات تتعلق بالقصة اللي اخترناها؟ هل هو مصدر محلي أو عالمي أو مجموعة مصادر مختلفة؟ وخامساً، ليش اخترنا هذا المصدر؟ هل هو موثوق؟ هل في صعوبة نقدر نحصل البيانات منه؟ وهل هو المصدر الأفضل بالنسبة للقصة، المكان والزمان اللي تم اختيارهم؟ من خلال هالخمس نقاط قدرنا نتعرف على كيفية اختيار القصة وتحديد أفضل مصادر للبيانات، وباقي الخطوات رح نشوفها من خلال فيديوهات تفصيلية أخرى مع برنامج كودهر أو لها مع دي دبليو أكاديمي.